أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي موقف مصر الثابت تجاه الأزمة الليبية المتمثل في استعادة أركان ومؤسسات الدولة الوطنية الليبية وإنهاء فوضى انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات الإرهابية. وفي اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية أنجلا ميركل، شدد الرئيس السيسي على أن إرادة الشعب الليبي يجب أن تتحقق وتفعل لتلبية طموحاته في عودة الاستقرار للبلاد وبدء عملية التنمية الشاملة. من جانبها أكدت ميركل حرصها على الاطلاع على رؤية الرئيس حول تطورات القضية الليبية، وكذلك حرص بلادها على تطوير التعاون المشترك مع مصر في مختلف المجالات.